لانه ما فماش بطولات اللي تفسيرها مش مهم، المهم هو عدد الوفيات اللي كان قليل، واللي هذا في الاكتيف نتاع السياسه اللي وضعتها الدوله. ما نقولش الحكومه هذه لانه بدات مع الحكومه السابقه. دونك الواقع اعطاهم الحق. شي يبقى؟ يبقى موقفك انت كلطفي المرايحي اللي نجم نوجه له نقد، هو انه لطفي المرايحي عنده موقف نقدي دائم ومتواصل من وزارة الصحة ومن وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة هذه. دونك ما نستناوش منه كلمة باهية في وزارة الصحة. انا كي نسمعك نتسائل، يعني هل ترى اذا كان سيادتك بالمستوى اللي عندك ما فهمتنيش، نتسائل هالمواطن العادي اللي قاعد يسمع فيا البرا فهم حاجه مني؟ يعني يظهر لي يلزمني نراجع روحي في سياسه التواصل نتاعي والخطاب نتاعي، لان قاعد نتكلم يظهر لي بالصعيب برشا. كان ما تراش منع، خليني نعاود نرجع لك النقطه، خاطر لو كان على الاقل نبين النقطه هذه اليوم نكون حققت حاجه. انا الموضوع نتاع الفيروس نتاع الكورونا، تنجم انت يدخل لك فيروس او اي خطر، فيروس نتاع الحصبه، الفيروس نتاع الفاغيول، الفيروس نتاع الجريب، نعتبروا اي فيروس باش يدخل سوبوزون ما عندكش تلقيح ضده كيما الفيروس نتاع الكورونا. عندك حل، تنجم تسكر على روحك الدار وما تخرجش ولن تصاب، ما يجرى لك شيء، ما تختلط بحد حد، تقعد اون كارونتين هكاك. لكن ليمتى باش تقعد؟ شهر، شهرين، ثلاثه، عام، عامين، ثلاثه، اربعه، 10 سنين، لابد انك تخرج. احنا نتحدثوا على فيروس اللي من الاول خفنا منه لان ما نعرفوهوش، ومن بعد جاتنا الدراسات تقول لنا انه راه ما تخافوش، وجانا الواقع يقول لنا ما تخافوش راه ما يموتوا لكمش الناس برشا. يا اخي وزاره الصحه نتاعنا زعما الذكيه وعندها خبراء اهم اللي عند الفرنسيس، وخير اخشن من عند الامريكان، وخير اخشن من عند الطلين، وخير اخشن من عند السبانيور والالمان وغيره. وزاره الصحه نتاعنا يعني عبقريه، ما عندها، عندهم سيوفه وين راهو كعبه كورونا يجيبوها في زوزه. وثم منطق في الاشياء، المنطق وزاره الصحه نتاعنا مختلفه على وزاره الصحه نتاع تشاد، هاو تشاد ارقامها خير منا. نتسائلوا، نتسائلوا اللي قلنا حبيت نفهموا انه راهو الوفيات هذه وزاره الصحه راهي عملت كان الحجر، ما عملتش حاجه اخرى. بطبيعه الحال عملت سبيطارات هيئتهم وبارك الله فيها، وعملوا مجهود الناس اللي خدموا في وزاره الصحه باش تكون فما، لكن ما استحقين لهمش. لا السر نتاع الانعاش ما استحقين لهمش. دونك ما ثماش فضل لوزاره الصحه، ثم كونفينمون صار ولم يقع احترام، وتوانسه ريتهم حتى وقت الكونفينمون خرجوا. اليوم الكونفينمون انتهى، ورغم هذاك ما فماش حالات. دونك النقد تقول لي انت لطفي المرايحي وكذا، لطفي المرايحي الفرق ما بين انسان تقول لي طبيعي عادي وما بين سياسي هو قدرته على استقراء الواقع وتقدير الموقف، مش مسؤول، ملا مش ناخذ انسان نحطه مسؤول. وقت الواحد يقول لك من 8 افريل يقول لك راهو ارفع الحجر وما باش يصير حتى شيء، علاش؟ تهور هو مو بناء على تقدير موقف، على معطيات علميه وواقعيه. المعطيات العلميه والواقعيه اللي قلتها انا في 8 افريل اليوم صحت ولا ما صحتش؟ صحت. لو كان انا وزير الصحه وانا رفضت المنصب هذايا راهو باش يكون علمك مرتين، فانا مش عندي مشكل نحب نولي وزير صحه، انا رفضته. فانا ما عندي مشكل مع حتى وزير، والخيان كلهم نعتبرهم خيان، وانا عمري ما تحدثت على الوزير، انا ديما نتحدث على وزاره الصحه، لان نعتبر انه الوزير شخص لكن يستانس، وانه هو يستانس بالناس اللي دايرين به، بطبيعه الحال هو يتحمل مسؤوليه الناس اللي دايرين به. اللي يختارهم هو. يختارهم هو. لكن انا ما نتحدثش على، ما نشخصنش الامور، نتحدث على وزاره الصحه. فانا وقت نقول لك اللي الاداء نتاع وزاره الصحه اداء كارثي، كارثي على خاطر تبعاته الاقتصاديه. فانا لو كان رفعوا الحجر من 8 افريل وقت اللي كنت نادي به، مش تو نادي به، ناديت به 8 افريل وقت الناس في المعمعة، وقت الناس تهاجم فيا، وقت الناس ما هيش فاهمه، تو تفهم الناس تدريجيا ايش صاير لك. والتبعات الاقتصاديه الكارثيه اللي سميتها انت، في الحقيقه في تونس تتسمى كارثيه ولا اذا نعرفوا احنا اللي معناها التقديرات باش تكون